باسم أمهات السلام لودين ونستنكر بأشد العبارات ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من هجمات المتواصلة على مناطقنا الآمنة، حيث إنها لم تكتفي بالاحتلال الأراضي وتهجير الأهالي الآمنين وقطع الشجر والبشر، لابد استمر طغيانها ليصل مرحلة إبادة التاريخ والثقافة لشعبنا الأصيل، مستخدمة في ذلك أبشع الأساليب وأشدها قذارة أمام أعين المجتمع الدولي والعالم. وبالأمس القريب قامت باستخدام أسلحة كيماوية والمحرمة دولية ليذهب ضحيتها 17 شهيدا من أخير أبناؤنا وأبناتنا الأبطال المقاومين في جبال زاب والأباشين المدافعين عن حرية شعبهم وأرضهم وكرامتهم. وأننا كأمهات السلام نتوجه بصوتنا للرأي العام العالمي ولمنظمات حقوق الإنسان لاتخاذ دورها الإنساني والضغط على حكومة أردوغان لإيقاف هجماته التعسفية لأبناء شعبنا ومناطقنا، كما نتعهد لقائدنا ولشهدائنا بأننا سنواصل طريقهم في النضال والمقاومة ضد المحتل التركي وكافة الطغاة حتى تحرير أراضينا ونيل حريتنا. كما نناشد أبناء شعبنا بالكفاف حول قواتهم العسكرية وأن يهبوا في جميع الساحات في هذه المرحلة الصعبة ليكونوا سداً منيعاً أمام كافة الهجمات والمشاريع التخريبية التي تستهدف شعبنا وقواتنا وقائدنا. شهيد نامرج، شهيد نامرج، شهيد نامرج. بيان إلى رأي العام. لقد قامت الدولة التركية الفاشية بالقصف بالأسلحة الكيماوية مناطق الدفاع المشروع مدينة أباشين زاب، والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد 17 شخصا من أبنائنا وبناتنا في قوات الدفاع الشعبي غاريلا. ورغم الدعم الداخلي والخارجي للدولة التركية واستخدام كل الأسلحة العصر الحديث والمحظورة وفقا للقوانين الدولية، منها الأسلحة الكيماوية والنووية التكتيكية والحرارية والفسفورية، رغم كل ذلك لن تستطيع الدولة التركية تحقيق النتيجة المرجوة وكسر إرادة الشعب الكردي المقاوم مع باقي شعوب المنطقة. إن المجلس الصحي في أحياء الشيخ مسعود والأشرفية والكوادر العاملة في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين يدين بشدة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الفاشية التركية ضد الثوار في جبال كردستان. وهذه الهجمات هي استهداف لإرادة شعوب المنطقة، لأن الجريلا من أبناء هذه الشعوب. ونستنكر الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة، وإننا نشدد بأنه حان الوقت لخروج المنظمات الدولية التي تدعي حماية الحقوق عن صمتها وبيان موقفها من التجاوزات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ووضع حد لها. نعاهد أبطالنا بالسير قدما نحو تحقيق أهداف الحرية والكرامة.